اجتماعية، المجتمع هو الذي يجب أن يخجل، وتعالوا نشوف إزاي نتضامن كلنا مع بعض لإصلاح البيوت اللي بتحتاج لترميم، وإنه لما تبقى في عائلات بتعيش بهذا الشكل بلمسات بسيطة، لو المجتمع بيتكافل ويتضامن مع بعض محدش بقى يقول هننقلهم هنشوف لهم سكن تاني، لا، طب صلح، اعمل عملية ترميم حتى لو لقيت في حد بيعيش في بيت متآكل، لأنه هذا المنزل المتآكل اللي البنات بيقولوا بتطلع منه الحشرات والثعابين، وهيطلع ايه كمان؟ هيطلع كمان أجيالا متآكلة، يمكن إنه المجتمع كله يتضامن مع بعضه. تعالوا نشوف الفنان محمد صبحي كان اتصل بينا وأبدى استعداده وحماسه من خلال مشروعه العملاق الاجتماعي معا، إنه يشوف هذه المنازل المتعلقة بالبنتين اللي كانوا معانا ولهما مستقبل زاهر، وقال أنا هقوم بهذه المهمة من خلال جمعيتي. محمد صبحي استقبل الفتاتين أو الطفلتين وأبدى استعداده لترميم المنازل. فاطمة، بهدوء كده، بالتأكيد عندكم أوضاع مهتمة بأنه يتم تسليط الضوء عليها. اللي هي إيه؟ أسوأ ما فيها إيه؟ قلة الأمان. قلة الأمان. قلة الأمان وتسليح البيوت، لأن البلطجية وتجار المخدرات منتشرين كتير جدا عندنا. إحنا مش داخلين المسابقة على اساس اللي احنا نكسب وناخد شقق وناخد فلوس وكده، احنا عايزين ناخد شقق حلوه تيجي حكومه تقف الامن، بنخاف نخرج، بنخاف نجيب حاجه لمامتنا. خليني ابقى اخد الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي. استاذ محمد، اهلا بيك. انا فخور بان انا بعمل من اجل اهالينا الشرفاء العظماء اللي موجودين في حاله من المعاناه أسوأ من اللي أنا شفته في التقرير. اعتزازا ببنتي فاطمة وحبيبة بجرأتهم وشجاعتهم الإنسانية، أنا بقول لو يسمحوا لي إن المؤسسة تعمل لهم ترميم وتجديد لبيتهم، أنا تليفوني عندك وادوه لهم يتصلوا بيا ويعتبر. لا، ده احنا هنعتبرها خطوة، وأنا بثق دايما إنه حضرتك تنفذ على الفور، يعني وهم الحقيقة ما عندهمش، أنا شايف ما عندهمش لا خجل في ده، الخجل يجب أن يصيب اللي يهمل هؤلاء، فأنا حوصلهم بحضرتك، وبالتأكيد هم يحتاجوا هذا الإصلاح وهذا الترميم يا أستاذ محمد. هم لو يعني بيحبوا ونيس أكيد حيرحبوا، مش كده ولا إيه؟ طبعا. يقولها طبعا فاطمة الأجزاء كلها. طيب يا حبيبي. حبيبة، أنا عرفت إن المكان اللي أنتوا ساكنين فيه اللي أنا شفته في التقرير، وأنا عملت المداخلة وقلت لازم أساعدكم علشان أنتوا كنتوا على مستوى من الجرأة إنكم تتكلموا واعيين لمشكلتكم وما أنتوش متمردين. يعني في بيبقى واحد عايش عيشة صعبة في المجتمع ويبقى متمرد وكاره مصر وكاره البلد أنتوا كنتوا على مستوى راقي جدا إنكم بتقولوا إحنا عايزين نلفت نظر البلد أو نلفت نظر مصر إن إحنا في ناس تعبانة مش عايشة حياة كريمة، عايشة بالحشرات وحيوانات ومكان غير لائق، ده كويس ومش خجلانين إنكم تقولوا ده، وعايزين تصلحوا من حياتكم، ده حقكم الطبيعي كمواطن مصر، كويس؟ أنتِ في تانية إعدادي، عايزة أعرف أنتِ لو مسألة الشقة، فزي ما قلت لك إن مؤسسة معاً هتعمل معاكي بحث وفعلاً يبقى في اتصال، بس دي هتخلص كمان سنة ونص. فيبقى انتوا هتستحملوا، بس نشوف ايه الاهم. فاطمه بقى، انت ايه المشكله بتاعتك اللي ممكن نساعدك فيها؟ انت عندك شقه. بس هي برضو مش قوي. محتاجه تصليح. تفضلي التصليح ولا تفضلي ايه؟ قولي. لا، احنا بيتنا مش بيتنا لوحدنا، بيت ناس وممكن ما رضوش ان احنا نرممه وكده. وبعدين الحقد هيطلع. اشمعنى انتوا؟ طيب
انا بقول ان انتوا يمكن محتاجين دفعه شويه سواء ليكي علشان مساله العيال البسيط اللي عندك, وبالنسبه لك كمان عشان الدروس الخصوصيه, ان يبقى في مساعده شهريه تخليكم كده رافعين راسكم وتعملوا اللي انتوا عايزينه بقدر المستطاع. وهنخلي المؤسسه معا انها تعمل ده ان شاء الله فورا على طول. يعني انا فرحان بيكم جدا جدا جدا, وانا وفيت بوعدي في المقابله, وان شاء الله مارينا كمان والبرنامج مع الاستاذ وائل الابراشي هيتابع تابعكم يشوف ايه اللي احنا انجزناه, وده هيبقى على طول الشهر اللي جاي. انا الحقيقه وعدت البنتين في برنامج وائل الابراشي لما عملت مداخله, وانا بوفي بوعدي بمقابلتي ليهم, وان شاء الله هيبقى التواصل سواء بالبرنامج او مع مؤسسه معا لمنحهم جزء من الحياه او منحهم طاقه ايجابيه عشان البنتين دول. يعني لما يقولوا احنا بس نفسنا حاجه واحده, ان احنا نبقى بنات كويسين. هذه الجملة الحقيقة هزتني جدا, لأن ده حق طبيعي لكل إنسان, فكونهم أنهم يحلموا بأنهم يبقوا بنات كويسين, إذا هم عايزين دفعة حقيقية علشان نكسب بنتين من ضمن آلاف في كتير حقيقة في نفس ظروفهم. ومصر, وزي ما بقول مصر والمجتمع اللي كحكومة وكدولة والمجتمع المدني, دي قضيتهم إن إحنا نحاول نصلح حاجات كتير فسدت من زمان, نحاول نصلحها وخصوصا الإنسان. أنا مبسوطة جدا إنه بشكره إنه نفذ وعده معانا, وإنه كان قايل لنا في برنامج إنه هيأسس لنا هيرمم لنا بيتنا, بس دلوقتي ان شاء الله هيكون لنا مكان في مؤسسة معا في مزيد معا, وبشكره ربنا يخليني يا رب. انا مبسوطة جدا ان انا قابلت استاذ محمد صبحي, وهو الصراحة قابلنا يعني قابلنا مقابلة كويسة, وهو انسان جميل جدا وطيب وكل الناس بتحبه, ووعدنا وعده وان شاء الله يبدو وعده, وربنا يخلي لنا يا رب. وهو اصلا ربنا يعني ادانا اب جديد. جينا الاستاذ محمد صبحي ووفي بوعده لينا, ويا رب يخليه ويطول في عمره, وانسان كويس جدا ومحترم جدا, وقابلنا احسن مقابله, ويا رب كل دي يجعله في ميزان حسناته ويعمل خير اكتر من كده, وربنا يبارك له يا رب. انا سعيده جدا ان احنا جينا قابلنا الاستاذ محمد الصبحي, وهو وفى بوعده, كان نفسه يعمل معانا كل حاجه احنا عاوزينها بصراحه, وهو انسان محترم وانسان قلبه كبير قوي, ده كل اللي اقدر اقوله يعني عليه. وانا فرحانه جدا ان احنا شفناه وان هو اسعد ولادي.